السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموعد الجديد. هو موعد يجمع الدهشة والإعجاب والمتعة والتأمل وربما أشياء أخرى أيضا. اليوم سنتحدث عن مغامرة ناجحة قام بها مبدع جزائري، والحقيقة أن الأذن العربية ومنها الأذن الجزائرية تقدس وتحب أن تسمع الصوت البشري، ولكن مبدعنا خرج عن هذه العادة وأبحر بسفينة هي صراع كبير للتأمل والروحانيات. اليوم سنتعرف على مبدع وعلى موسيقى. المبدع هو محمد روان. أهلا وسهلا محمد روان. أهلا وسهلا الأخ فرحات، نشكرك على هذه الدعوة اللطيفة لي. يعني كل مرة يعني تكون هذه الدعوة يعني من والله يكون يعني نتقبلها بفرح وسرور، وأنا يعني من المعجبين يعني بيك يعني في تقديمك يعني للحصص، والله نتمنى لك يعني نقولها لك من درك، نتمنى لك إن شاء الله التألق، المزيد من التألق. شكرا لك. شكرا. وانت متألق وانت مبدع كبير. ربي يحفظك. انا قلت في البداية انك غامرت، كنت في ميديتيرانيو، خرجت من الفرقة وانت تحمل عودك، وغامرت بان اعتمدت الموسيقى فقط. لماذا المغامرة؟ والله شوف، هي في الحقيقة يعني باش الانسان يكون صريح، خاصة الفنان لازم تكون عنده واحد صراحة يعني ديجا مع نفسه، باش يعني الرسالة تاعو تكون يعني واضحة وليكون يعني مقابلك يعني يعني يستقبلها يعني بوضوح. هي هذه المغامرة أولا، وخاصة ماشي بالغناء، هي اللي موسيقى فقط، على خاطرش انا ما يعني لست ما نغنيش يعني ما عندي صوت، يعني قدرات صوتيه اللي لازم نقدر نقابل بها وكذا، هذه واحده. وثانيا من البكر يعني نحب العزف، نحب طريقه العزف، ونحس روحي مرتاح في العزف، وصادين نحس روحي عندي هذيك واحد الارتياح، يعني ما كي نحب نوصل رساله او نحكي حكايه او حاجه اللي راهي داخل يعني خاطري يعني في قلبي، نحب نحكيها على طريق الاوتار اللي نسميهم مره على مره اوتار الحزن، ولو فيهم سعاده على كل حال تاني، ونحس باللي الرساله تاعي تكون مفهومه اكثر من الكلام. يعني هذا يعني إحساس هذا اللي خلاك تلجأ إلى الموندول. موندول، لماذا الموندول؟ الموندول هي على خاطرش كنت حاب في نفس الوقت، علاش لما الموندول؟ كنت حاب هذا الآلة هادية لي، يعني بقينا غير الشعب الجزائري هو اللي يعزف بها يعني في العالم العربي أو في المغرب العربي، لكن بقات يعني غير في يعني في الجزائر. هذه نحكي لك نعاود نرجع واحد 14 ولا 15 سنة الوراء، وحبيت كنت متمني، على خاطر كان فرق بين تحب وتتمنى، يعني هي من الأفضل نتمنوا باش تكون هذه الآلة يعني في نفس السياق ولا في نفس الـ يعني الـ كيفاش نقولوا الروجيستر تاع آلة العود او آلة الصاز او البزق، يعني اللي معروفين يعني من غير يعني من العالم العربي او المغرب العربي، معروفين عالميا. كي تقول الصاز تقول اليونان، كي تقول بلوتو تقول كل ما هي يعني تركيا، مثل البزق يعطي البزق اليونان. لكن كي تحكي على الموندول، يعني ما كانش عنده يعني معرفة او في هذا العالم الموسيقي، يعني
بالك بوكو بلوس يعني كانت لا موندولين، على خاطرش كنت كل ما نقدم نتكلم على هذه الآلة هذه يقول لك لا موندولين، الور تعاود تحكي له حكايه ماشي لا موندولين سي الموندول وتعطي له القصه تاعو. يعني محمد آلة الموندول كانت مقموعه داخل الفرقه الموسيقيه داخل مثلا عند الشعبي. نعم هي جوستمو هي على بالك اخ فرحات هي الجميل في هذه القصه وفي هذه الاله. نقدر نقول لك باللي احنا كنا نحكيوا على الموندول نقولوا الشعبي نقولوا يعني فيها يعني محيط ما لازم تخرج منه يعني. لكن هذه الاله على بالك تعود تولي المرحوم الحاج محمد العنقا رحمه الله يعني عمل ثوره في هذه الاله الى ريفوليسيوني هذه الاله، على خاطرش اله اللي ما كانش هنايا في الموسيقى الشعبيه يعني في سنوات يعني 1920 و 1930 ما كانتش. المرحوم العنقا يعني كلي نقولوا كيفاش نقولوا الى يعني مودرنيزي ادخلها الحداثه يعني في هذا في الموسيقى الشعبيه. ومن بعد يعني ولات اله يعني مع الوقت ولات اله اللي لازم تستعمل في الموسيقى الشعبيه خاصه المؤدي او المغني لازم يعني هو من اول من عصرناها دخلها. نعم هو الحاج محمد العنقا وهذه الاله اللي صنعت من طرف بيليدو من الاصل الايطالي اللي صنعها الحاج محمد العنقا في سنوات على حسب المعلومات يعني 30 حتى 35. محمد انت اخرجت الموندول من الشعبي، ممكن نسمعوا الفرق ما بين وجود هذه الآلة داخل الشعبي وخروجها بتقنياتك الجديدة انت، بمعنى يحب المشاهد ان يعرف ماذا قدمت لهذه الآلة كتحديث كآلة منفردة تخرج وتمارس وجودها بمفردها. صح. الآن من خلال الموندول. إيه مثلا في الموسيقى الشعبية يعني أنا واش تعلمت في الشعبي والمعلومات اللي قدرت يعني يكونوا عندي من طرف مغنيين شعبي أو يعني الاحترافية تاعهم كانت عميقة في الموسيقى الشعبية. على سبيل المثال عبد الحكيم مزاري او كمال بورديب او يعني الهادي العنقا. الو في الشعبي طريقه العزف اللي كانت مثلا نديروا تقسيم غريب او عراق كلاسيكي وخاصة الشعبي يعني شعبي محض. فوالا من بعد انا مع الوقت اللي واش كنت حاب يعني نعطي لها واحد صبغه واحده اخرى باللي هذه الاله نقدروا نعزفوا بها ثاني يعني ندخلوا في عالم واحد اخر يعني ما على باليش انا جاز موسيقى احساس. طيب داخل الشعبي ماذا احدثت انت مثلا كيف تعزف شعبي بطريقه مودرن يعني معاصرا حديث؟ ما على باليش مثلا هذا طابع السحلي اللي يقولوه يعني في العالم العربي نهاوند. Thank you.
مثلا يعني فيه اختلاف على خاطرش في الموسيقى الشعبيه الكلموندول هي بوكو بلوس الاداء تاع المغني وهي اللي راهي يعني صاحب تصاحبوا فوالا ونقدروا مثلا نقدروا من نروحوا مثلا يعني طابع واحد اخر لي مثلا نروحوا شويه البلوز ولا أشياء مختلفة. أنا أردت الآن أن أتواصل مع توفيق بن خليلي، هو أستاذ للموسيقى وهو عازف كمان وفي نفس الوقت هو ملحن. ما الذي يقوله الجزائريون الذين يعرفون الموسيقى عنك؟ معي أول شهادة لأستاذ في الموسيقى وعازف كمان وفي نفس الوقت هو ملحن، الأستاذ توفيق بن خالدي. أستاذ توفيق بن خالدي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أخي فهد. أنت على معرفة سابقة بالأستاذ محمد روان، وهذا ليس غريبا، أنتم المبدعون أشقاء في الفن وأصدقاء. نعم. ما الذي يمكن أن تقوله لنا عن روان؟ روان عرفته أولا، صباح الخير. صباح الخير عليكم. أسلام الله. أسلام. عرفت روان، عرفته في السنوات بين التسعينات والألفينات، هذاك الوقت كنا نعس، كنت انا مع الفرقه وكانوا هما يجيو، كان جيتين كوافيور، هما كانوا ربعه، كاين هو وسلمى كويرات وزوج واحد اخرين، وكانوا من ضمن الحفل اللي يكون يقام، كي نخدموا هنا يطلعوا هما لي كوافيور، كانوا جابوا حاجه جديده هذاك الوقت، سي دو ف كانوا يسميهم بالفرقه ميديترانيو، سي صح ميديترانيو، وكان عزفهم كان هو يعزف انا ذاك على آلة الجيتار. انا عرفته في هذوك السنوات وتلاقينا في عده حفلات. فيما يخص الفن هو اللي راه يقدمه الان وطوره، هو طور عن طريق اله الموندول. اله الموندول غنيه عن التعريف وخاصه في الجزائر، نستعملوها بزاف في الجزائر، والاخ محمد روان زاد طورها بعزفه الممتاز بدراسته لهذه الاله. يعني كل اله في الحقيقه على حسب واش على ما اظن، كل اله تبرز فيها وتعطيها وقتها اللازم من العزف 4 ساعات ولا 5 في النهار ولا اكثر، تعطيك نتيجة. أنا تعطيك نتيجة، النتيجة كما كنت نسمع فيها، نسمع في الحصة بلاتها يلعب بالبلوز، يلعب أي حاجة يلعب بها على بالك، وتولي تقول كيفاش هذه الآلة تخرج كل هذه الأشياء. هذه ممكن كل الآلات ممكن تكون هكذا، إلا أنها تتطلب من الشخص الذي يعزف على هذه الآلة يكون يعطيها القيمة الحقيقية نتاعها. هذا هو فيما يخص الموسيقى اللي نسمعوهم تاع الأخ محمد روان، في دي ميوزيك سبيريتويال على بالك، روحانيه كاع، يعني تسمعوا هكذا وكانه يبحر بنا في 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 محيطات، يعني يعني عزفه يعني اولا جديد، ولهذا يعني ان شاء الله نتمنى له يعني النجاح ان شاء الله، ويزيد ان شاء الله يواصل في هذا الوسم. يعني بكل صراحه يعني يعني ما عندنا ما نقولوا فيه. سيد محمد تفضل شيخ. يعطيك الصحة على هذه المداخلة الصغيرة التي بينت من خلالها أن هذا الفنان الذي أمامنا هو فنان كبير. محمد، أنت لا نبوة لرجل بين قومه، أنت صراحة مظلوم، يعني صراحة أنت مبدع كبير، وعندما نتحدث عن الموسيقى في الجزائر نتحدث عن الله ونتحدث عنك، وقل قليلة من عازفين وملحنين للموسيقى فقط ولم يوفقوا توفيقك أنت. يعني بالنهاية بصراحة أنت تعاني بعض ظلم من أبناء قومك. والله الأخ فرحات، وش راح نقول لك؟ أولا نشكر الفنان توفيق، نشكره جزيل الشكر وربي يحفظه إن شاء الله على وشهادة نعتز بها. شوف دركا، هي بلك نقولوا مظلوم ولا ماشي مظلوم، والله غير جبل ربي، هذا قضاء الله.
فهمت. انا عندي هذا الجانب هذايا على خاطرش الفنان بلك والله اعلم ما يلحق لواحد لو ستاد واحد المرحله مام هذا بلك شويه العراقيل ولا بلك مظلوم من ناحيه يعني في العالم الفنيه يولي يتجاوزها بال يعني من كثره هو يكون كيفاش نقولوا اللي برونشي اير يعني روحانيا يعني على باله باللي هي كل حاجه بالمكاتب الله وكل حاجه بقوه الله. انا بالك هذه الحاجه اللي خلتني مرات ما نفيقش باللي يعني مظلوم وكاين واحد اخرين الناس اللي يسمعوك وكذا بالك حاسين بالظلم ليك اكثر من اللي انت حاسه. ما عرف الا فهمتني واش حبيت نقول. هذه الحاجه لكن ومرات بالك هذاك الشيء ثاني اللي يخليك تدخل في واحد الابداع واحد الابداع المتواضع على كل حال بالك تواضع تواضع منك. لا والله هذه حقيقه فرحات والله غير هذه حقيقه يعني على خاطر شوف قد ما نديروا ونعملوا كذا هذا شيء تاع الله تعالى من فضل رب العالمين. كما قال مقبله العازف في الكمان الاخ توفيق صح كاين عازفين اللي بالك يعزف يتمرن خمس ساعات في اليوم ولا ثمان ساعات ولا انا ما رانيش في هذا الروجيستر هذا يعني باش نكون صريح. انا مرات ما مع الاله تاعي نجي باش نحب يعني ناخذ وقت بتاع العزف ولا نحس بلي تقول لي غير ريح وين راك ما كاش ما نكونوش في كيفاش نقول انسجام يعطيك الصحه على خاطرش اله حيه وفيها روح وفيها خشب وفيها اما لا ما انتوشيهاش يعني. ومرات نحس باللي راه يتكلم فيك تفضل واعزف واش حبيت وكذا وسبحان الله مام الصوت تحسوا باللي صوت يعني ساحر. هذه هي وباش نعاودوا نولوا واش راح نقول لك. طيب محمد انت تسافر للخارج ويعترف بك الناس في الخارج ويسمعونك بكثير من التأمل وكثير من الاحترام هذا شاهدناه من خلال الفيديوهات ومن خلال كما قلت الاهتمام. معنا الآن شخصية موسيقية إيطالية هي كريمة هذا الاسم الفني المعروفة به وهي فنانة مهمة. الآن تقول فيك شيئا نشاهد ثم نتحدث. تفضل. مرحبا بكم، أنا كريمة مغنية إيطالية جزائرية، غنيت هذا العام في المهرجان الأوروبي بالجزائر في قسنطينة، وكان لي شرف استضافة عرضي ولقائي بالفنان محمد روان الذي كان اكتشافا رائعا ولقاء أروع، وأنا فرحة بهذا المزج الموسيقي الإيطالي الجزائري. آمل أن أتمكن من العزف معه في مهرجانات أخرى. قبلة للجميع من إيطاليا. هؤلاء الإيطاليون هذه طريقتهم في إبداء الإعجاب بالناس وبالأشياء. محمد ربما لخصت شيئا من الإعجاب الغربي بك، ولكن حدثنا تعميقا لهذه الفكرة المهمة، كيف يتلقاك الناس في الغرب؟ هي والله فرحة تشوف مثلا في الغرب يعني العازفين او الموسيقيين والفنانين بصفه عامه هما هذا هما دائما في البحث عن 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 المزج بين الموسيقى تاعهم وموسيقى يعني موسيقى العالم. وعلاش ملاح لي كيفاش نقولوا لي رونكونتر يعني اللقاءات والسفر واللقاءات يعني في المهرجانات يعني بين الموسيقيين هذه تخليك يعني تزيد اولا تشوف روحك المستوى تاعك وين راهو يدور، وثانيا الحاجه الاولانيه اللي تحسها تم تحس روحك باللي انت سفير بلدك يعني وكيجوا ليك يعني وماذا بهم يطلبوا منك معلومات وكيشوفوك تعزف يعني يقدروا هذاك الشيء ودائما
الهدف تاعهم باش يعملوا المزج بين الموسيقى تاعهم، وانت يعني في اي نوع تاع موسيقى، كلاسيك او جاز او بلوز يعني. وهذه فنانة جاز يعني؟ هذه كريمة فنانة إيطالية من الأصل، الأب تاعها رحمه الله جزائري، لكن وفنانة كبيرة معروفة بإيطاليا، والاختصاص تاعها الجاز، موسيقى الجاز. وأنا يعني فرحت كتير نهار يعني تعاملنا كيف كيف، وخاصة كانت يعني كانت عندها واحد الانفتاح في الموسيقى. يعني قالت لي اعمل الشيء اللي تحس انت يعني في الموسيقى. هي اقترحت عليا واحد القطعه الموسيقيه، قالت لي لكن الحريه التامه ليك. وانا هذا هو الشيء اللي انا ما نحبش نكون مقيود، يعني نحب يعني معليش تقدر تعطيني يعني طريق نتبعه وكذا، لكن نحب الحريه هذيك باسكو تملي نحس بال نحاول باش محمد في هذا السفر عبر العالم حديثا عن المعجبين بك. كنا في إيطاليا، الآن نعود إلى الجزائر مع موسيقي جزائري، هو ملحن وعازف كمان، هو أستاذ عبد القادر حوتي. نعم. سيتحدث عنك ثم نسمع شيئا من عزفك. عبد القادر أهلا وسهلا بك. عبد القادر حوتي تسمعوني؟ أي صح. أهلا عبد القادر. أهلا سي فرحات. أهلا أخي كيف حالك؟ أهلا لاباس الله يسلمك الله ينورك. عبد القادر الآن معنا أستاذ محمد روان، ما الذي يمكن نعم. أن تقوله في محمد روان وأنت تتكئ على إبداع حقيقي، أنت عازف كمان وأنت ملحن؟ محمد روان فنان كبير، الله يكبر شانك، ومغامر في الألحان تاعه، يعني يعني سي روان كان من الناس اللي غامر في الموسيقى، يعني حاجة صعيبة باه يدير الموسيقى ويكون يعني مشهور بهذا الشيء اللي راه دارو. فهمت سي فرحات؟ أيوة أنا أسمعك أسمع. نعم. يعني بمعنى رجعت. نعم. بمعنى أنه قام بمغامرة والمغامرة ناجحة. ناجحة خاطر يعني الإنسان بهي يفرض روحه بالموسيقى فقط بدون كلام، يعني صعيبة بهي يكون يدير حاجة كما هذه. يعني الشيء اللي داروا ما قليل الناس اللي يلحقوا له. أعطيك الصحة أستاذ عبد القادر، شفت الإعجاب، إعجاب الموسيقيين بك، يعني كيف تترجم الآن في حوارك مع الموندول الآن تقدم لنا مقطوعة موسيقية مثلا، مقطوعة موسيقية ذات طبع عربي إن شاء الله. أستاذ عبد القادر شكرا على المشاركة، بورك فيك. الله يسلمك وربي يحفظك والله ينوركم. شكرا شكرا سي عبد القادر. انا هذا الانسان اولا سي عبد القادر حوتي نحبه بزاف، هذا الانسان ومن لا يحبه عبد القادر حوتي يتلقاه يحبه عبد القادر. والله انا عرفته ويعني فرحان كثير للمعرفه تاعو، وخاصه هذا الانسان، هذا انسان هو ثاني انسان روحانيه صافي نقي صافي، ويعني يعني سبحان الله محب للخير، انسان طيب شكل. إنسان طيب رائع. وأنا نحبه بزاف، يعني محبة في الله. ربي يحفظه إن شاء الله. Thank you.
يتحول إلى عود وتعزف ربع المقام. والله وش حنقول لك، هو على كل حال عملنا له هذا الافرات هذه، يعني قسمنا لانوت هذيك يعني باش نلحقوا ربع المقام. لكن هو على حسب الموسيقيين، كما كنت نحكي مع واحد صديق ثاني يقول له أحمد جهري، هو مقيم بفرنسا، هو جزائري، عواد ماهر، عواد من أحسن العوادين في العالم نقدر نقول لك، لي كان يحكي لي على ربع المقام، ومعاه اللي تعلمت ربع المقام. قال لي يا محمد، قال لي ربع المقام قبل ما تتعلمه باش تعزف لازم تعيشه وتحس، يعني يكون عندك هذاك الإحساس تاع ربع المقام. يعني كي تكون تعزف كان واحد الشيء صرا يعني في الجسم تاعك، يعني داخليا اللي يخليك تروح لربع المقام. قال لي على خاطرش هو ماشي زعما كي تقسم لاكاز هذيك وتعفس على المقام هذاك، يقدر تعفس عليه لكن ما يخرجلكش المقام لو كان ما راهوش فيك، ما راكش حاسلو كميه مشاعر واحاسيس، كميه المشاعر والاحساس هذاك هو ربع المقام اللي باش يخرج فوالا. ما على باليش، وربي يرزقني بهذيك الاحساس اللي بالك. الآن كنا نسمع عود، يعني صراحة كنا نسمع عود أكثر من موندول، يعني تحول ما لباليش بالك. هو بالك كما قلت أنت، كلمة المقيمة الإحساس اللي تخليك تسمع عود. وأنا أقول لك الموسيقى، موسيقى إحساس فرحات، موسيقى إلهام، إحساس طيبة القلب. والله مليح مليح تمارينات، مليح في كل حاجة مليح، كما رياضي كرة القدم أو ملاكم، أو لازم تتمرن الموسيقتين، لازم تتمرن. لكن أتمرن صح، الجانب الروحي وجانب الإحساس لازم يكون تاني بقوة. أنا معي الآن ونحن نطوف العالم لنحب محمد روان أكثر، معنا سيمونة عبد الله، هي فلسطينية دنماركية، ستقول فيك شيئا معينا، إليكم. مرحبا، أنا اسمي سيمونة عبد الله، عازفة إيقاع فلسطينية من الدنمارك. هذا الفيديو خاصة للفنان الرائع المبدع الأستاذ محمد روان، كان لي الشرف إنه أعزف معاه، بس كنت بالجزائر من كم شهر. شرفني كتير أعمل حفلة معاه، شرفني كتير إنه علمني محمد الإيقاعات الجزائرية. إن شاء الله هذه كانت أول مرة بس مش آخر مرة. بتمنى له كل التوفيق وبتمنى له كل النجاح والصحة. شكرا. محمد، هذا إعجاب آخر من عازفة، من موسيقية. عبد الله، نعم. طيب لو سألتك عن موسيقاك، عن مصادرها، أنت خرجت من الشعبي وبقيت محتفظ بروح الشعبي وغيرت فيه حداثة الأدب، حداثة الموسيقى الشعبية، ما هي مصادرك الأخرى؟ الناس تسمع في بعض الأحيان تقول هناك فلامينكو، هناك جاز، لو حدثتني عن هذه الأنواع الموسيقية اللي طعمت بها موسيقاك. نعم، هي حقيقة أنا أعوذ بالله من كلمة، أنا تربيت في الموسيقى الشعبية كأي شاب جزائري في سن يعني 13-14 سنة، كنت ديجا نعزف مع الأصدقاء الموسيقى الشعبية، يعني كنت نعرف غير الموسيقى الشعبية.
كنت وانا من محبين المرحوم يعني العنقة، عمرو الزاهي، نحب كمال بوردي بزاف، القبي، يعني كل فنانين تاع الشعبي يعني عندي واحد الاحترام لهم كبير. في الموسيقى الشعبية خلاني يعني ربيت كيفاش نقولوا الأذن الموسيقية يعني لوري ميوزيكال اللي تولي تعرف الطبوع، على خاطر ما عندكش ني بارتيسيون، يعني انت اوتوديداكت كيفاش نقولوا يعني عصامي يعطيك الصحة. الشعبي واش يخليك تولي عندك يعني تقدر يعني بسهولة تعرف الطبع اللي راهم نعزفوا فيه. هذه حاجة يعني جميلة. في الموسيقى الشعبية خلتني نعزف بها يعني في مهرجانات كبار في العالم، مثلا المدرسة العليا للموسيقى الكلاسيكية بفارسوفي في بولونيا، وين تما يتخرجوا يعني الدكاترة تاع الموسيقى. الشعبي سمح لي باش نعزف تما، واش تعلمت فيها بعدا، واش يعني كيفاش نقولوا جي سي دو ديفلوبي يعني هذاك طورت يعني، لكن غراس على الموسيقى الشعبيه باش نتفاهموا، على خاطرش فريمون سي يعني مدرسه كبيره. ومن بعدها من الشعبي زدت اكتشفت موسيقى الفلامينكو اللي هي عندها تاريخ ثاني مع الموسيقى الجزائريه، مع تاريخنا ثاني، مثلا تسمع باكو دو لوتشيا، تسمع كامارون، تسمع يعني في نفس الطبوع، عندهم الطبوع سيكا، عندهم المزموم، عندهم الحجاز كما احنا نقولوا الزيدان، يعني رانا ندوروا في بطبع واحد اخر. ومن بعد وليت نعزف آلة الجيتار، وحاولت باش يعني نتعلم هذيك الفلامينكو، لكن من الموسيقى الفلامينكو اللي خلاني طريقة عزف تاعي في الآلة الموندول مختلف على مثلا في الشعبي. والحاجة المليحة اللي يعني للآن مازالني نكتشف موسيقات. مثلا كي كنت صغير باش نسمع موسيقى كلاسيكية يعني في الهارمونيك وكذا، شغل ما نقدرش، لكن دركا سي نسمعها بفرح وسرور، يعني ننبهر فيها ونبقى يعني مدهوش. هذه الموسيقى هذه كيفاش رقي، هذا رقي، حاجه كبيره. إيه، ورقي ايضا محمد روان، وارتفاعه في درجه الموسيقى جعلته يتذوق موسيقى قد لا يحس بها كثير من الناس، هي موسيقى نخبويه الى حد ما. وانت تتحدث عن فلامينكو، حببنا ان نسمع فلامينكو من خلال موندول محمد روان، يعني تطبيق هذا. نحاول ننظر ونطبق، نحاول يعني نمد بعض كيفاش نقولوا نوتات يعني صغار. بسم الله. هناك الجاز ونحن نتحدث عن موسيقى روحية، في الجاز فيه جانب روحي؟ فيه جانب روحي، على خاطرش ما تنساش الأخ فرحات، الجاز هي موسيقى الإحساس أولا، موسيقى كيفاش نقولوا عندك فيها واحد الرسائل باش تبعتهم على طريق موسيقى الجاز. كيفاش نقولوا ان موسيقى ديكسبريسيون، موسيقى انطباع يعطيك الصحه.
يعني قلت لك مثلا كاين بزاف حاجات وين ما تقدرش تهضرهم ما تقدرش تحكيهم، لكن على طريقة الموسيقى طريقة العزف ل كيف وسيلة باش تخرج هذاك الإحساس. هي موسيقى روحية. وما تنساش باللي مثلا نروحوا في الولايات المتحدة خاصة يعني في القديم الموسيقى الجاز اللي كانت تغنى يعني في الـ في الـ في الـ في الكنيسات في اللي يعيطوا له لو غوسبل سبيريتويل، فهمت؟ لو غوسبل لي جوسكا بريزون يعني لحد الان مازال يعني يعملوها في خاصه في كيفاش نقول المحافل الدينيه ولا اللي تدخل بها بزاف موسيقى الجاز. محمد يبدو لي ان في الجاز هي موسيقى ناس مقموعين داخل مجتمع مهمشين فيعبرون بآلاتهم هذه صحيح. عن هذه الأحاسيس. نعم. وفي الموسيقى كثير من الحزن المحبب. المتنبي قديما كان يقول لا يملك الطرب المحزون منطقه ودمعه وهما في قبضة الطرب، بمعنى أن الحزن حزني واللي حزن جميل ونستمتع به. أنت عندك ألبوم اسمه سعيد في الحزن. سعيد في الحزن. أنت مدرك لهذه اللحظة؟ انا شوف يعني باش نصارحك بالك ما كنتش مدرك، لكن حسيتها برك احساس هذيك مرات علاش مرات ما تقدرش يعني تفهم ولا يعني نهضرها بال يعني اونريف با اكسبليكي ما تقدرش تعبر مام زعما واحد يطرح عليك سؤال زعما واش راح نفهمك راه يودي الدعوه. ولهذا ربما انت اعتمدت الموسيقى فقط لانه الموسيقى في عرف الموسيقيين نعم. هي لغه اخرى، لغه جميله يستطيع ان يقول بها الانسان ما يشاء من غير ان يحجز نفسه داخل نعم. الكلمات وهي ديجا الاخ فرحات ديجا كي نشوفوا مثلا عندك قطعه موسيقيه وعندها عنوان ديجا على طريقة العنوان هذاك ديجا راهي حاجة كبيرة يعني هاك عطيت لها عنوان مثلا سعيد في الحزن و ما على باليش أنا بزاف يعني عنوان من العناوين ومن بعد تعزف يعني من بعد تولي كيما الرسام يحكم لوحة وفيها هو عطى لها العنوان لكن كل واحد كيفاش الانتربريتاسيون تاعو في هذيك اللوحة أو في هذيك الموسيقى كل واحد وين تفكره كل واحد وين تديه. الجميل هو هذه القراءات المتعددة كل يضع إحساسه في الموسيقى. جميل. الآن نسمع موسيقى كثيرة في العالم ولا نفهم ما يقولون ولكننا نضع كمية أحاسيسنا ونحس بالسعادة. صح. مثلا فادو موسيقى الفادو أماليا رودريغيز وهذه ليندا دوسوزا لا نعرف ماذا يقولون ولكن آهات هذه هذا هو يعني الإحساس نعم. وهذه اللغة هذه صارت لي أنا مثلا غير على سبيل المثال وين عزفت مع موسيقيين اللي ما نتكلموش نفس اللغة مثلا العام اللي فات ولا في ديسمبر شهر ديسمبر اللي فات عزفت مع دنماركي يعزف آلة الفيولونسيل هو يعزف الكلاسيك يعني الكلاسيك محض وما نتكلموش نفس اللغة لكن كي كنا في فوق المنصة يعني رحنا في واحد العالم يعني جميل هو بالفيولونسيل وأنا بالموندول وخليناهم هما يتحدثوا وحنا بالأحاسيس تاعنا يعني هذا هو لاماجي يعني السحر تاع أنت تعرف العائلة الكبيرة عائلة بشير جميل بشير ومنير بشير وصديقك عمر بشير نعم. عمر بشير هذا العازف أيضا عازف العود الكبير نعم. بالمناسبة أهل العود في المشرق لا يعرفون الموندول ما يعرفوش الموندول ولكنهم يعجبون بها أشد الإعجاب. أنا كنت حاضر في يوم من الأيام في لقائك مع ناصر شما نعم وقال ناصر شما قال لك ما هذه الآلة نعم. وطلب منك أن ترسل له موندول وسمعت صحيح. أنه يتعلم الموندول نعم. وأعجب بك أشد الإعجاب صراحة أنا اندهشت من نعم. كمية إعجابه بموسيقي جزائري نحن ربما نمر من غير أن ننتبه إليه ولكن العالم معجب بك فقط
نسمع عمر بشير ثم نتحدث. إليكم عمر بشير يقول شيئا في محمد روان. مرحبا بكم وبشعب الجزائري الحبيب الغالي على قلبي، يسعدني أن أكون وأن أشارك معكم في هذا الحوار والكلام الجميل عن فنان راقي وجميل وموسيقار عالمي، هو جزائري وجزائري عالمي، فنان يشرفنا في الغرب وفي الشرق، فنان شامل يعزف آلات موسيقية يمزج بين الغرب والشرق، يعزف الموسيقى الأندلسية، الموسيقى الشاوية، الموسيقى الجنوبية، يلحن ويغني. كلامي هذا عن الصديق العزيز وموسيقته القريبة على قلبي هو الأستاذ محمد روان. يسعدني أن ألتقي فيك من خلال الكاميرا، وإن شاء الله سوف نلتقي قريبا مرة أخرى، وسوف نقدم إن شاء الله حفلات مشتركة في الجزائر الحبيبة. محمد روان ما تقدر تختصره في جمل قليلة، لكن سوف أحاول أن أقدم بعض الفكر عن هذا الموسيقي وعن هذا الفنان. هو فنان، أعتبره فنان شامل، فنان متجدد، أحد أهم الفنانين الجزائريين الموسيقيين والملحنين، من الملحنين والموسيقيين، وأيضا هو مغني ويقدم أعمال جدا قريبة على القلب. فنان مزج الشرق مع الغرب كما فعلت أنا مع آلة العود، عندما مزجت الشرق مع الغرب من الموسيقى اللاتينية والموسيقى الفلامينكو والأندلسي وأيضا الموسيقى الهندية وغيرها من موسيقى شعوب وثقافات العالم. محمد روان واجهة من أجمل واجهات الفنية لنا في الغرب وفي الشرق، دائما موسيقته موسيقى راقية، دائما تهدف إلى رسالة، إلى التوعية، إلى تنمية الجيل الجديد والأجيال التي سمعت موسيقته على الفن الراقي. صدفة التقيت بالصديق العزيز محمد عندما كنت في الجزائر، وطلبت مني وزارة الثقافة آنذاك في الجزائر عندما كانت الجزائر عاصمة الثقافة، طلبوا مني أن أكون المسؤول عن اختيار عازفين العود الذين سوف يشاركون معي في هذا المهرجان الجميل الذي حضرناه آنذاك. فالتقيت فيه صدفة، وكانت الصدفة أنه قبل ما ألتقي فيه أنا استمعت إليه وأنا في الجزائر وهو يعزف معزوفة، أيضا معزوفة عزفتها أنا على العود عندما أهدتني إياها الفرقة العالمية جيبسي كينجز، وهي معزوفة فرعون عزفها على آلة المندول. أنا أحب محمد لما يعزف على آلة المندول بروحيته، أعتبرها هي الآلة القريبة جدا على قلبه، لذلك هو مبدع في هذه الآلة. فعندما استمعت إلى هذه المعزوفة هو يعزفها تذكرت كيف أنا عزفتها مع العود وكيف عزفتها في الحفلات العالمية. بوقتها في ثاني يوم صدفة أتعرف على هذا الشخص الرائع الطيب، وتحدثنا كثيرا وعزفنا الفرعون، وكنا نرتجل مع الآلات الموسيقية، نعمل حوارات متبادلة بينه وبينه، وكنا مخططين أن نعمل أمسيات موسيقية، لكن الظروف كل واحد إلى ظروفه وسفره وحفلاته الموسيقية، والوقت كان وقتها قصير جدا. خلاصة أنه نتمنى أن نرى موسيقيين من الجيل الجديد يترقوا إلى هذا المكان الذي موجود فيه محمد روان، أو موجود فيه عمالقة الفن في الجزائر أو في الوطن العربي. نحن أو هؤلاء هم السفراء لدولهم، هم سفراء السلام، سفراء المحبة، سفراء الذين يعطوك الطاقة الإيجابية الكونية كل يوم باستماع لموسيقى محمد أو موسيقى عمر أو موسيقى أخرى التي توصل إلى القلب، هي الموسيقى اللي تخدش القلب بدون حدود وبدون مفاتيح وأبواب. احنا أو أستاذ محمد أعتقد يملك
مفاتيح القلوب في العالم. فاستمعت إليه عندما أعزف الأندلسي ومع منشدين، واستمعت إليه عندما يعزف البوب ميوزك مع الجزائري مع الفرقة اللاتينية، استمعت إليه عندما يعزف الموسيقى التراثية الجزائرية. أنا جدا أحترم وجدا أحب الموسيقى الجزائرية لأنها موسيقى غنية فيها عديد من الأنواع، الموسيقى الصحراوية الشاوية الأندلسية وغيرها كثير، والراي. فمن احنا وصغار وكنا في العراق، إذننا كانت متعودة على هذا الموسيقى لأنه كنا نسمعها وكنا ندرسها أيضا، هذه الأنواع من الموسيقى. فكلام لا يعني لا يخلص عن أستاذ محمد، فسلامي لك كثيرا، وربي يحفظكم ويحفظ أهل الجزائر الطيبين اللي يعني ما شفت غير الطيبة فقط من عندهم. وأنا كنت في الجزائر فترة لمدة 6 شهور كنت ساكن في الجزائر، لم أرى غير الخير والمحبة من هذا الشعب الطيب. نحن أخوة بين العراق والجزائر، أتمنى لكم كل الخير، وهذه إهداء لي إلى الشعب الجزائري. هذه شهادة من عازف عالمي، كنت أتمنى أن تكون شهادة أيضا لسلطان العود نصير شم المعجب بك كثيرا، ولكن ربما في مناسبة أخرى إن شاء الله. في يوم الأيام سئل أبو تمام، قيل له أقرب نص إلى قلبك أقرب بيت، قال الحقيقة أنه كل شعري مثل أبنائي، كل أبياتي مثل أبنائي، لا أستطيع أن أختار. أنا سأغامر بهذا السؤال وأفرض عليك أن تختار نصا قريبا جدا إلى قلبك. راح نجاوبك نفس السؤال والله، يعني كل يعني المقطوعات والنصوص يعني كما أبنائي، على خاطرش ما تخيرهمش هكذاك يعني عشوائيين، ولا كل حاجة عندها كيفاش نقولوا لي طضام اللي تكون فيه محل الحال. يعطيك الصحة. كل واحدة عندها السر تاعها ووقتها لكن فيه بعض القطع هكذايا اللي يخليوك دائما شويه تروح تميل لهم. مثلا قطعة موسيقية اللي اسمها الروح اللي كنت نحبها بزاف، وهي في الحقيقة شغل قبل ما نديرها كانت شويه محقوره في القطع الموسيقية الاخرين كي كنا نسجلوا فيهم، شغل هي اللي ما كانتش في الحساب، لكن انا اللي كنت حاس لها بزاف بها هي شغل شكل انسان او جاب روحه وشغل ناسينه كاع، لكن هي اللي من بعد صبحت كيفاش نقولوا المتالقه في الـ في الـ في الالبوم هذاك. الو هي اللي تحمل عنوان الروح. Thank you.
أحمد بدون تعليق. طيب موسيقاك، موسيقاك أنت قلت لي في يوم الأيام إن موسيقايا متدينة، كيف متدينة؟ الجانب الروحي هذا؟ والله شوف يا فرحات، منافي لا وش حنقول بالك عنده معنى ولا يقدر ما يكونش عنده معنى. أنا خاطرش يعني باش نحاول نتكلم دائما الشيء اللي نحس به، يعني هذا إحساس والعلم عند الله تعالى. في الموسيقى اللي نعزفها شو نقول صديق، ماشي زعما كيفاش نفهمك، نهضر لك بالدرجة، ماشي زعما قفازة ولا نحاول باش هذا، يعني من عند الله تعالى العطي ربي على هذيك اللي نقول لك فيها جانب روحي وجانب بلك جانب ديني وكما نقوله من هذا الشيء، على خاطرش انا كيفاش نقوله مسلم امري لله تعالى في كلش. طيب انت في يوم من الايام، في يوم من الايام القصه معروفه، استيقظت مع صلاه الفجر، نعم، وبدات تكمل عزفا بداته في الحلم الان، والعزف هذا المقطوعه كنا نسمعها دائما قبل رفع الأذن. لو سمعناها الآن من فضلك ليبدو وليظهر للمشاهدين هذا الجانب الديني داخل. نعم. هذه الأفاق التي تفتحها على نفسك في العالم، أنت تسافر كثيرا وتقدم موسيقاك للآخرين ويعجبون بها كما قلنا. تحدثنا عن الجاز، تحدثنا عن فلامينكو، وتحدثنا بداية عن شعبي. ما هو العناق الآخر الذي يحدث لك بين موسيقاك وموسيقى أخرى في العالم اليوم؟ هذا والله سؤال يعني مهم. علاش قلت لك انا من قبل قلت لك يعني الفنان يبقى طول عمره يعني يكتشف في الطبوع الموسيقيه او انواع الموسيقى. بالك من قبل انا مثلا على سبيل المثال في الصغر تاعي كيقولوا لي الموسيقى الشرقيه مثلا الكوكب ام كلثوم، ما نفهمش واش يعني، ما كنتش نهار، لكن نهار اكتشفت شكون هي ام كلثوم ويعني العالم اللي عايشه فيه والطبوع اللي يعني قلت يا سبحان الله حاجه. ألور مثلا النوع الموسيقى تاع اللي تاديه ام كلثوم رحمها الله، اللي انا درك راني نكتشف فيه شغل عمري ما عرفت موسيقى. هذا جانب. كاين الجانب واحد اخر، الموسيقى الكلاسيكيه العالميه، ميوزيك يونيفرسال،
اللي راني منبهر فيها. كاين الناس اللي على خاطرش كي مرات كي تبدا تشوفها في شاشه تلفزيون يعني بكل صراحه ما بالك ما تمتش اهميه، لكن نهار تحضر وتشوف وتعرف ناس يعني سي عالم واحد اخر. وكان لي الشرف ويعني لا شونس ثاني اللي قلت لك عزفت مع موسيقيين يعزفوا الموسيقى الكلاسيكيه اللي طبع واحد اخر، مثلا مع هذا طولك مولدروب هو من الدنمارك، وين اقترحت عليه قطعه موسيقيه اللي كنت الفتها يعني في على ايقاع تاعنا جزائري. لكن ومن بعد واش عطاني في الجانب يعني الفيولونسيل يعني واش قدر يكتب يعني حاجه روعه. ما من انت تولي يعني تبقى تشوف القطعه الموسيقيه تاعك يعني يعني اختلفت، ولات عطى لها صبغه واحده اخرى، ديمونسيون واحده اخرى. انا دوك حاليا نحب بزاف الموسيقى الكلاسيكيه. طيب نحب ان نسمع، نحب ان نسمع والله مثلا اترجم احاسيس الناس الذين يسمعوننا ويشاهدوننا. آخر مقطوعة موسيقية منك ونختم البرنامج، يعني والطمع الشديد نحب أن نسمع ونسمع ونسمع. محمد، هذه آخر مقطوعة موسيقية لك. نحب أن نقول للمشاهدين كنا سعداء بهذا اللقاء مع محمد روان الكبير بهذه الموسيقى الروحية التي أخذتنا إلى عوالم أخرى. نلتقي بعد أسبوع، وقبل هذا شكرا محمد على كل هذا الجمال الذي تنثره من حولك. الله يعطيك الخير. شكرا، شكرا كثير. Thank you.
Thank you.